عم ابراهيم مات وانا عايز اشوف عم ابراهيم ليه، لانه عم ابراهيم هيقول له حتى لو هيقول له لكن قول له هو بيقول لي وانا بقول له لا 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 طيب. خليه بقى عشان عاد انا اعرفه عم ابراهيم انا بظبط زبزباته. يا استاذ احمد هو عايز يتاكد لانه حضرتك ممكن تقول لنا أكيد حاجات أكيد. احنا ما انا بشرح بقول ايه ان هواكم هو قبيله انا بضرب مثال الجن والشياطين والارواح والملائكه وايه منظورين في ابعاد ثانيه. اذا كان فعلا حضرتك عندك هذا العلم اتفضل استعرضه علينا واحنا دلوقتي هحضر شخصيتين الزعيم انور السادات. انا عايز عم ابراهيم لا بعدين بعديها لا بعدين لا عم ابراهيم المشاهدين ما همش عم ابراهيم هحضره بس لا لا عم ابراهيم جه النهارده عشان عم ابراهيم اقل اهميه بعد عم ابراهيم لو ما جاش يا استاذ هحضره لك طيب يبقى الكلام ده من اللي عرفني ان ده السادات بس بعد السادات لان المشاهدين يهمهم لا السادات الزعيم انور السادات لا لانك مشاهدين عايز عم ابراهيم يا استاذ بس بعد عمال يستفتح ما كانش المشاهدين كلهم عايزين عم ابراهيم هحضره المشاركات معانا يا جماعه لو سمحتوا الكنترول كله معانا عاوز عم ابراهيم انا مش بقول لك هحضره بس بعد عم ابراهيم هو هيحضر لان السادات معروف ليا وليه لا هحضره فاللي هيقوله ممكن يعني كلام مسلم لا لا لا. لكن عم ابراهيم هو ما يعرفوش انا اعرفه ده عمي الصبر بس الصبر ده حبيبي طب احنا نشوف السادات وبعدين نشوف عم ابراهيم نشوف السادات يعني بس هساله برضه لو جه السادات انا هساله سؤال طبعا انا هساله سؤال برضه هو اذا كان هو اذا كان هو الايه اذا كان هو السادات لان انا عارف السادات السادات دلوقتي عند الواحد الاحد لا يعلم مستقره الا الله سبحانه وتعالى طيب اوكي على ما يجهز الارواح يا اتفضل يا فندم الارواح على ما يجهز عشان مش معروف طبعا اتفضل الارواح عندما يخرج تخرج الروح من الانسان نعم تؤمر من عند الله عز وجل منهم من يكون في البرزخ منهم من يكون في حواصل طير الخضر اللي هم الشهداء الأبرار منهم من هم معلقين بالعرش منهم من يسبحون في الجنة منهم كل واحد تبع مقامه اللي أذن له الله سبحانه وتعالى هقول لحضرتك على حاجة أحيانا يعني تزور بعض الأرواح الميتة لأسرها مثلا في المنام يقول أنا شفته النهاردة وزارني وقال لي وكذا وكذا وممكن أحيانا يدوا معلومات عن أمور صح الشخص مثلا هو نفسه مش عارف عنها حاجه انا ممكن اشرح لك الموضوع ده بالتفصيل نعم. يعني موضوع انه ياتي في المنام دي حاجات غريبه حضرتك لما تجهز بقى جاهز طيب بس عشان الوقت بس طب معلش هنتوقف عند الحته دي طيب. انا ما عنديش هنرجع لها تاني لا عادي انا عايز عم ابراهيم طيب عم ابراهيم كان بيشتغل ايه ما لا مش عايز اقول بيانات هرد عليه هرد عليه بس بس بالاخر بعد ماشي لا ويا ريت في الاول عشان الموضوع ده انا عارفه طيب احنا هنشوف دلوقتي يعني سمت عليك يا طروح العلوية بعزة طيلطوش طيلطوش ليطوش ليطوش طيب ملطوش ملطوش الواحة الواحة العجل العجل لا حول ولا قوة الساعة الساعة بارك الله فيكم وعليكم راح الزعيم انور السادات إذا حضرت نعم في اتجاه باب الساعة نعم حضرت اتفق البخور السلام عليكم يا حضرت كده؟ نعم اتجاه البندول بيدل على نعم احنا نعرف منين ان هو حضر يا فندم انا بتلقى الرسائل البندول في علوم الطاقه اللي على مستوى العالم اللي بيشوف البندول انا ما بحركش البندول بيعرف ان هو في الاتجاه الساعه كده على الحروف دي ما هي الا يعني الواحه حضور الواحه الحروف يس نعم ولا اللي عارفين دلوقتي علوم الطاقه والبندول بيعرفوا ان البندول بيتحرك بمفرده في اتجاه عقرب الساعه معنى ان هي حضرت هو كده تلبس بالبندول نعم ازيك يا ريس نعم تمام حاضر ازيك يا محمد طب احنا لا هو بيقول ان المواصلات مش صعبه يا جماعه اللي في الكنترول هو بيقول ان الرئيس السادات الله يرحمه موجود معانا دلوقتي مش عارفه ايه الدليل على كده والله ما موجود معانا
والله الذي لا اله غيره. اسالنا بقى الرئيس، سالك حضرتك يا شيخ حسن، قول لنا حاجه تكون سؤال. دقيقه واحده لازم نشوف بس نشوف الرسائل ويقول له هو عايزه في الاخر. شوف انت حضرتك عايز البندول اللي علماء الطاقه والبندول يعرفوا ان البندول بيتحرك لوحده في الاتجاه اللي هو حضره فعلا. انا ماليش دعوه بالتفاصيل. دقيقه واحده لا ما انا عايزين نشوف الحلقه في البندول. هو بيسال. طب اسال رئيس السادات. نعم رئيس. ايوه ممكن قلم بعد اذنك عشان القلم ده في المصنع تقيل شويه في القلم. اتفضل. شكرا. ايوه يا يوسف. نعم. يعني عايزين نعرف مثلا سر من اسرار حرب اكتوبر. عايزين نعرف هل الحاجات التاريخيه دي ممكن انا اقولها انا دلوقتي من غير بندول؟ كل المؤامره اللي تعرضها رئيس السادات علشان تم اغتياله، يعني المؤامره دي كان مين صاحبها؟ مين سببها؟ عشان كده انا قلت له عم ابراهيم عشان كده، لان اصل الرئيس ده دي واحده ومش ده رئيس يعني. دي واحده دي الله يرحمه. الله يرحمه. لا ما احنا مش حنا، احنا اللي جايين حلقه صامته يا استاذه رنا. لا 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 حالا لا انا عايز انا عايز هيوصل وسائل هنقولها للناس. ايه الرساله؟ وهيبان دي واحده من بكره. اتفضل. في السادات بيقول هيقول لنا الرسائل. هنشوف. هو في عالم تاني ذبذبات وذبذبات. انا بسمع حاجه دلوقتي. انا ممكن اسمعكم بذبذبات معينه بس لازم يتقال طلاسم معين عليكم. لا مش عايزين. ما انا بقول ما انا اكنك بتظبط الاف ام دول من ابعاد ثانيه. انا بظبط نفسي. طب يعني احنا الحلقه هتخلص على كده؟ لا هنعرف. طب اقوم امشي عشان لا 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 احنا لسه. هو ما انا لازم ارد اتكلم على الكلام لان هو عارف ان هو كلامي صح. هنعمل في منافسه. مين اللي قالك؟ انت قلت اهو. تعالى والله يعني عيب. صاحب الصوت العالي دايما ضعيف الحجه. هو قال انا بصوت واطي اهو. ما انا قلت لك هقول لك اللي انت عايزه. وعمك صالح ولا صلاح بعد اذنك يا شيخ حسن. بس دقيقه واحده هنشوف دلوقتي في ناس مهتمه في ناس مهتمه بالموضوع ده. اديله فرصه. اديله فرصه. هنضيع الحلقه على كده. انا عايز ارد. انا عايز اتكلم على ان على هذه الزعبلات. هو بياخد هو في رسائل وصلته دلوقتي. هو رسائل منين؟ هنشوف زي ما انت عايز. طيب ماشي هنشوف دلوقتي. طب انت حدانك طول الوقت نكتب عشان الوقت بس دقيقتين. طيب حضرتك لو في صلاة. طب ما احنا ممكن نتحاور لغايه لما يتلقى رسائله. لكن هو المشاهد ذنبه جدا ان احنا قاعدين في صمت. هي دي الحلقه الصامته؟ لا 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 مش طبعا احنا كنا بنشوف هياخد وقته عشان بيقول ما اهدوا. حضرتك هو متكلم ممكن يكون بيستدعي ايه؟ ده انا متاكد. ما هو الكلام اللي قاله قال برطوش والواحه والعجل العجل دي عظيمه. طلاسم عزيمه عزيمه. وهذا الكلام حرام. هذا هذه الطلاسم حرام. وده كلام حتى قال بعض الكلمات انا مش عارفه. هذا الكلام لا يليق ابدا. اولا لا يعبد الله الا باللغه العربيه. وهذا الكلام لا يجوز ابدا. على الكلام ده وده اقول رساله الرئيس السادات عشان الوقت عشان احضر عمك صلاح. طب حضرتك عم ابراهيم. عم ابراهيم. لا انا عايز عم ابراهيم الاول. ارجله هنشوف السادات. انا بزعق ده صوت الطبيعي. هو لا هو على فكره الشيخ حسن هو انا والله صوته كده. طيب انا دلوقتي اقول رساله السادات. اقول رساله الرئيس السادات. عشان خطابي ودايما بيقول يعني ياخد فرصه. قول يا سيدي. اتفضل. رسالة الزعيم أنور السادات. وحشتوني يا أولادي. عاملين إيه من بعدي؟ أنا اتقتلت بدر زي ما رئيسكم اللي جاي هيتقتل بدر. وسط دقيقة واحدة يا أخي اتقي الله. زي ما رئيسكم اللي جاي اتقتل بدر. رئيسك جاي مين؟ اتقتلت وسط أولادي في الجيش. ربنا يستر على مصر. وخلي بالكم من اللي جاي ومن حدودكم الجنوبية لأنها هتتاخد منكم. واحذروا وادي الإخوان لأنهم هيجيبوا رئيسهم تاني وفي انقلاب تاني. وبعدين مفيش حاجه تانية هتحصل تاني تماما. بس خلي بالكم من اللي جاي. انتظروا حسن لانه جاي عن قريب. حسن اللي بالحسن موصوف جاي لكم عن قريب. حسن حسن يعني حسن. لا لا مش حسن يعني. لا لا اكيد حسن. انتظروا حسن اللي بالحسن الموصوف جاي لكم عن قريب. فهو اللي انتم منتظرينه. طب يعني حضرتك دلوقتي مع كل احترامي حسن بالحسن موصوف. انا ما اعرفش يوصف. الرساله دي عاديه جدا اي حد ممكن يقولها لنا. لا هو دي ضد الامن القومي يا استاذ. هو انا بجيب رساله. هو في عالم الارواح. لو سمحت لا لا اكمل انا. لا اكمل انا. هو في عالم تاني مطلع على عالم الحق. هم بيشوفونا مطلعين على المستقبل. يا استاذه رانيا من فضلك. وبالتالي بيقول خلي بالكم من الشركه الجنوبيه. حاضر. من فضلك يا استاذه رانيا. لا اكمل رسالتك عشان اصرفه. رسالتك ايه الكلام ده؟ الكلام ده كله كلام عشان اصرفه. خلي بالكم من حدودكم الجنوبيه. خلي بالكم من خلي بالكم من الواد الاستاذ اللي هيتقتل زي ما انا اتقتلت. اللي بالحسن منصوب جاي لكم هو ده رئيسكم المنتصر. طب وهيحصل الواد زي ما انا اتقتلت. لازم 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 اصرف بعد اذنكم. طب اتفضل بعد اذنكم. طب اتفضل حضرتك معايا. حضرتك قول اللي انت عاوزه. ما يقطعنيش. اولا هو الحاجات خلي بالكم من الواد الاستاذ بتسمع بالحسن منصوب. دقيقه واحده. الاصرار هو ده بس بالاصرار.
لا احنا مش انا لا والنبي خليه يصرفوا عشان ما يستبعدناش يا شيخ يوسف. ايه والله ما في حاجه. طب هيجي يا عم اللي جيت له ده ضعيف الحجه اللي بيزعل يا عم الحي يا عم الكلام ده انت عندك حجه ولا عندك يا اخي؟ حرام عليك يا اخي اللي بيعمل ده. والله ما يرضي ربنا اللي بيحصل ده. حضرتك قول اللي حضرتك قول. انصرف اتفضل. وانا لو خايف بعلي صوتي خايف بخاف لكن انا بقول بقى على صوت ده تعالى يا بتاع الروحه والعجل تعالى انا قاعد اهو اخاف ايه ولا مش كلام من ده. البندوره اللي انت جاي معاك هم على الطاقه على كده يا استاذ احمد. يا اما يا استاذه رانيا يا اما انا مش هينفع كده. لا انا كده مش هيسيبني فرصه اتكلم. دي حضرتك كلمني يا استاذ احمد. ما هو بيسال على استاذ احمد يخلص. لو اتكلم تاني انا يعني هزعل. لا اتكلمني حضرتك اتفضل. اولا هذا الكلام دجل وشعوذه. ثانيا هذا الكلام يضر بالامن القومي المصري. هذا الكلام لا يجوز ابدا. ده مش كلام. هذا الكلام برضه بيبقى فيش فايده فيه. هذا الكلام يقول لك ان الرئيس اسال الله ان يحفظ شعبها ورئيسها وقادتها. يا ناس هذا الكلام لا يجوز ابدا.